محافظة الوادي الجديد نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد بقاعة المناقشات بكلية الطب نظمت ندوة عنوانها فضائل الشهر الكريم، وذلك لتعزيز مفهوم التسامح وتنمية قيم الولاء والانتماء بحضور فضيلة الشيخ عمر عبد الكريم مدير عام الوعظ بالمحافظة، والذي تناول فضل شهر رمضان المبارك والذي يعد فرصة للتسامح مع الآخرين، ما يطهر القلب من المشاعر السلبية كالحقد والبغضاء لتحل محلها المحبة والرحمة والتصالح مع النفس. كما تطرقت الندوة إلى أوجه البر والإحسان للفقراء كنوع من التكافل الاجتماعي.